اهلا بحضراتكم مشاهدينا، ويوم جديد من ايام زينه بطعم البيوت. بيسعدني اكون مع حضراتكم النهارده انا ودعاء، وعلى مدى ساعه ونص وفقرات متنوعه ان شاء الله تنال اعجاب حضراتكم. مساء الخير يا دعاء. مساء النور يا هدى، وانا كمان بيسعدني ان انا اكون معاكي ومع الساده المشاهدين من خلال لقائنا النهارده في زينه وطعم البيوت على مدى ساعه ونص. ان شاء الله لقاءاتنا تعجبكم، واحنا هنبدا باننا نديكم فكره عن اللقاءات ومواضيعها النهارده انا وهدى. اول لقاء عندك يا هدى موضوع ايه؟ بين الاجداد والاحفاد هنقرب المسافات، ده العنوان بتاعنا. طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان يعني الاجيال بيبقى فيها فجوه كبيره جدا، وتحديدا الجيل اللي احنا فيه ده من الشباب في مشكله كبيره ما بينه وما بين الامهات، والامهات والاباء طبعا، فما بالكم بقى مع الاجداد العلاقه شكلها ايه؟ لان طبعا العادات والتقاليد عند الاجداد مختلفه تماما عن الجيل ده. ازاي بقى نحاول نوحد الفكره علشان يبقى العلاقه علاقه جميله؟ ده اللي هنعرفه من خلال لقاءنا الاولاني. العيله اهم حاجه فعلا في الدنيا، هم السند، هم العطف والحنان والود والرحمه، كتير من المعاني الانسانيه الجميله. احنا بنتكلم النهارده ان العيله طبعا بتتكون من اجداد وبينزلوا الاباء والامهات وبعدين الاحفاد. ما بين الاحفاد وما بين الاجداد في مسافات، المسافات دي ازاي نقدر ان احنا نقربها؟ ده اللي هنعرفه من خلال لقائنا معانا ومع حضراتكم دكتوره شيماء رمضان توفيق، استشاري نفسي واسري. برحب بحضرتك واهلا بيكي معانا. اهلا بيك. خلينا نتكلم الاول، نقول ان فعلا مهم قوي الشعور بالعيله، ان حتى الجيل الجديد ده ان هو يشعر بيه. ليه الفجوه دي موجوده؟ ليه الجيل الجديد ده لا يشعر بالاحساس ده، سواء كان مع الاب والام او مع الاجداد؟ طيب، هو مبدئيا بحب اهنيكم الاول بعيد تحرير سينا، كل سنه وانتم طيبين. كل سنه حضرتك طيب واحنا طيبين ان شاء الله. الفجوه بتكون نتيجه اختلاف الخبرات اللي بيمر بيها كل جيل، تمام؟ بمعنى كل جيل مر بخبرات، مر بصعوبات، مر بتحديات، مر بمستوى تطور تكنولوجيا غير الجيل الثاني. فبالتالي نسقنا المعرفي وافكارنا وخبراتنا اتبنت بناء على كده. يجي الجيل اللي بعديه هو شاف حاجات تانية خالص، يمكن دنيته اسهل في حاجات انا كنت اصعب، او دنيته مختلفه. تبدأ تحصل نقطة عدم التفاهم. مثلا الجيل جيل قديم شوية كان المواعيد بنتأخر، لا ما نتأخرش، المواعيد حاجة مهمة. النهاردة المسألة اختلفت، الانفتاح، الدنيا مفتوحة قوي، وهنطلب عربية، العربية تجيلنا وهتودينا وهتنزلنا قدام المكان وهترجعنا من المكان. انت خايفة من ايه يا ماما؟ مفيش مشكلة خالص. طبعا بالنسبة لماما دي أزمة طبعا، عشان نروح في مكان ونرجع بعد الساعة 8 مثلا محتاجة إعدادات خاصة. يعني محتاجة أن أنت تبقي محضرة حد، مين هيوصلني ومين هيرجعني. ده مثال لليه الجاب دي بتحصل، أنه الخبرات اللي أنا مريت بيها غير اللي ابني مر بيها، غير اللي حفيدي هيمر بيها. طب ازاي اقلل المسافات ديت واحنا بنتكلم في ثوابت؟ يعني هنقول برضو ان احنا هنقول الجد او الجده كانوا بيعملوا كده مع الاباء والامهات، بس اختلاف بقى. حتى لو اتكلمنا في مثال حضرتك قلت عليه، مثال التاخير مثلا، المواعيد كانت الساعه بالكثير 9 بالليل طبعًا. يوم ما يكونوا مثلا سهرانين تبقى 10 بالليل طبعًا. دلوقتي لما بتتكلمي في 12 و1 بالليل ده بالنسبه لهم اللي هو ده حاجه عاديه. بتتكلموا في ايه؟ عاديه. فين الناس المشكلة؟ كلها في الشارع. فين المشكله؟ فين المشكله؟ طيب مين الصح؟ هم اللي صح ولا الاثنين صح؟ كل واحد قياسا على خبراته، مجتمعه. ما هو انا مجتمعي غير مجتمع ابني على فكره. انا مجتمعي كمان بحاجات تانية. فانا بالنسبه لمجتمعي انا بعيش بمقاييس مجتمعي، فكنت تمام ومتوازنه ومتعايشه ومتكيفه جوه مجتمعي. كذلك ابني او بنتي بتعيش جوه مجتمعها، هي متكيفه جوه. الاثنين صح، بس كل واحد بالمفردات اللي هو عاشها. طب نقلل بقى الفجوه دي ازاي؟ لان ده عامل بقى مشكله زي ما قلت لحضرتك ما بين الثلاث اجيال. هنلاقي طبعا لو اتكلمنا بنتكلم على الجد والجده والاحفاد ان هم نقرب المسافات، هتلاقي اما الجدود بيدلعوا قوي فالعيال بتطلع يعني مش بيقدروش يتحملوا مسؤوليه، او حتى بيبقوا كارهين اهاليهم علشان جدودهم هم اللي بيقولوا لهم حاضر ونعمل كل حاجه، او العكس. لا، انتوا ازاي بتعملوا كده؟ انتوا ما تربيتوش. الكلمه اللي بتتقال دايما من الجد والجده، انتوا ما تربيتوش، احنا ما شفناش تربيه بالشكل ده. طب نقلل المسافه دي ازاي؟ هو مبدئيا لما ترجعي للجد هتلاقيه لما كان اب ما كانش هو ده الاتيتيود بتاعه. يعني هو اب ما كانش متساهل كده، ما كانش متفهم كده، ما كانش صبور كده. لكن هو بفعل الخبره لما وصل ل 60 و70 الخبره اللي خدها خليته اهدى،
خليته يتعامل مع التحديات، خليته يفهم الدنيا اكتر، فبالتالي قدر يكون اهدى مع احفاده عن ما كان مع اولاده. على فكره دي حاجه بتتعب يعني الاب والام، ان هم يلاقوا ابوهم وامهم اللي هم الاجداد، يا ماما انت ما كنتيش كده معانا، انت ازاي سمحت لها تعمل كذا، انت ازاي سبتيها تلبس كذا او تروح المكان ده. فدي مشكله، لان دي بتخلق كمان حركة في الاتجاه المعاكس عند مين؟ عند الأم والأب. بقى أنت الجد هيسمح لك؟ لا طب أنا مش هسمح لك، لأن أنا مش عايز أحس أن حد متحكم في تربية أبنائي غيري. وهنا تبدأ قصة التحكم، وزي ما نقول مستويات السلطة، سلطة مين أعلى؟ أنا سلطتي أنا كأب، ولا سلطة أمي وأبويا كجد وجدة؟ ويبدا يحصل صراع جوه الاسره، وجد وجده ممكن يزعله، تقول لك انا هسيب البيت وامشي. ايوه صح. لو ما عملت، انا يعني صديقتي والدتها لو ما جبتيش للبنت ده تقول سيب البيت وامشي، انا مش قاعده عندك. ويتخلق تحدي في تحدي في تحدي، الحقيقه هو مش لمصلحه اي طرف من الاطراف. وبرضه العكس صحيح، لان ممكن يكون الجد والجده لسه محتفظين بعاداتهم وتقاليدهم، ويبقى في شيء من القسوه شويه في التعامل، او الصرامه، مش القسوه، خليها صرامه. وده بيخلق، ولو بالذات لو عايشين في نفس البيت، بيخلق نوع من الصراع بقى الشديد جدا في البيت، بيبقى البيت جحيم. وفي نوع كمان من الاجداد متسلطين. عايز، ده بقى ناتج من ايه؟ انا مش عايز احس ان دوري انتهى، انا عايز احس ان انا ما زلت مؤثر وما زلت مهم وما زال ليا كلمة. أنا مش بركة، مش قاعد كده اللي هو السلام عليكم يا بابا، عليكم السلام، دخلت قعدت خلاص كده، أنا ماليش دور. لا خالص، أنا ليا دور، والكلام اللي بقوله هو اللي هيمشي. وده نوع تاني من الصراع. وبرضو مضر للثلاث أطراف، للثلاث أجيال. ليه؟ لأن في الآخر إحنا كلنا هدفنا واحد، سواء الأب والأم أو الجد والجدة، الهدف واحد. الهدف ان احفادنا دول، ولادنا دول، يتربوا كويس ويعيشوا حياه كويسه، ومستوى احساسهم بالتفاهم يكون كويس. صح. ان احنا متفاهمين مع بعض. صح. تمام. بس احنا ما بنحققش اهدافنا نتيجه انشغالنا بالصراعات دي، مين اللي كلمته هتمشي، مين اللي دوره مؤثر اكتر، مين صاحب القرار النهائي. دي مشكله في اسر كتير. التوازن هنا مين اللي مسؤول عنه؟ الجد والجده. فعلا؟ بس في سن معين بيبقى، يعني ربنا سبحانه وتعالى حتى نفسه قال في القران الكريم ان هم بيوصلوا الارض للعمر حتى لا يعلموا بعد العلم علما. هقول لحضرتك، الجد والجده لو هم اب وام بيربوا اولادهم، كانوا متفاهمين، وكان في حوار رايح جاي ما بينهم، وكان في ثقه متبادله، لما انا كأم هلاقي امي بتتصرف تصرف مع بنتي مش عاجبني، هقدر اتفاهم معاها من غير ما يبقى فيه حساسيه، ومن غير ما تزعل. لان احنا من زمان وهي بتربيني احنا كنا ايه؟ كنا بنتحاور، كنا بنتكلم، كانت بتسمعني. لو ليا راي مختلف كانت هي ايه؟ بتتقبله. حضرتك فهماني؟ فالجد والجده وهم بيربوا، لو كانت الاسره فيها حوار رايح جاي، والحوار الاسري ده اهم حاجه في الكون، خلاص، مش بس في الاسره، لا، اي مؤسسه بتضم بني ادمين. صح. لو في بينا حوار مشاكلنا هتتحل. انما لو في خوف ان انا اتكلم، في خوف ان انا اقول لك وجهه نظري، فانا وجهه نظري ما وصلتلكيش. انا لسه كنت مع بنت صغيره في اولى ثانوي عندها مشكله مع والدتها كبيره جدا نتيجه كده. طب اللي هي ليه ماما ما بتجيش تقولي اللي هي عايزاه دايركت، والام طب ليه البنت ما بتجيش تقولي اللي هي عايزاه بشكل مباشر. وبالتالي بنصنع بينا اسوار، وبالتالي تبقى القصة معقدة جدا. ما أنا هقول لحضرتك برضو، هنصنع الأسوار دي بتصنع من إيه؟ بتصنع من الفجوة اللي هي في العصر، إن زي ما حضرتك قلتي إن في جيل اتربى بطريقة معينة، والجيل الجديد ده بيتربى في مجتمع مختلف. طبعا. والأكيد الأم والأب بيبقوا عايزين ولادهم يبقوا أحسن منهم، بيبقوا خايفين عليهم خوف شديد جدا. طبعا. الخوف ده بيخلي إن لما بيبقى فيه حوار، خلاص انا عايزه اتشبث برايي، والبنت عايزه تتشبث برايها، طب راي مين اللي هيمشي في الزمن ده؟ للاسف الولاد رايهم هم اللي بيمشي. طيب، ما هي الفكره بقى انه هو مش مشكله راي مين اللي هيمشي. على فكره ممكن راي ابني يمشي عادي، بس لو هو الصح. بس لا، ما كنت لسه هقول لحضرتك، طب ولو غلط؟ هو الصح من وجهه نظر الام والجده مختلف عن الصح من وجهه نظر اللي فيها لما اخد راي ابني واعدله شويه بشكل فيه تفاهم ومحبه وود واستيعاب للي قدامي اصلا.
اللي قدام حضرتك لما بيجي يكلمك لو انت بداتي بالرفض لو بداتي بلا او البادي لانجويج بتاعك كان بيقول لا من غير ما كلامك يقول لا اللي قدامك هيخلق دفاعات هو كمان مش هيسمعك حضرتك فهماني فايه المشكله مش لازم اعمل رايي 100% ولا ابني يعمل رايه 100% نعمل نيجوشيشنز مفاوضه نوصل لراي وسط يحل المشكله من غير ما طرف من الاطراف ياخد كل حاجه يعني هتاخد نسبه ومش هتبقى متضايقه لانك خدت جزء من اللي انت محتاجه حضرتك فهماني يعني مش لازم راي طرف من الاطراف يمشي وعلى فكره هي مش حرب يعني لو ابني رايه مشي دي مش مصيبه على فكره انما ممكن ايوه مش مصيبه ده لو رايي صح يعني دايما المشاكل الاهالي والولاد ايه في الدراسه طيب. التاخير اللبس هو طيب. السوشيال ميديا والحاجات اللي مش كويسه اللي فيها تعالي حضرتك نقسم الحاجات لحاجات فايتال ومهمه ومؤثره وحاجات تانية يمكن التجاوز عنها هتلاقي على الاقل 70% من مشاكلنا وصراعاتنا مع بعض طول النهار على حاجات بسيطه انا لو اغفلتها تغفلت عنها عدتها كأم الدنيا ايه هتهدى ممكن تهدى وممكن تمشي وتلاقي ان الاثر السلبي للي حصل ده مؤقت وصغير حضرتك فهماني وممكن انا اتخطاه لكن الفكره زي ما سيادتك قلتي من شويه انا عايز ابني احسن واحد انا عايزه بنتي احسن واحده تمام على فكره الاحسن بيطلع بالتفاهم مش بيطلع بالتسلط مش بيطلع باني انا دايما افضل صح خلاص مش هيجي يكلمك تاني وبالتالي بقى الاب والام اللي اتربوا بالاستراتيجي دي لما يبقوا اب وام هيبقوا عاملين ازاي هيبقوا نفس القصه صح ويتخلق الصراع الجد متسلط وجده متسلطه الاب والام متسلطين والحفيد ضيع في النص طب احنا عندنا فيونكات كثيره اتحملت عايزين نفكها بقى طيب تتفك ازاي هنبداها تتفك حضرتك قلتي ان البدايه من الجد والجده طب هنبدا ازاي هم يعني ايه اللي مطلوب منهم او ايه المفروض ان هم يعملوه الجد والجده بفعل الخبره هم ناس مش هقول في العام هقول في المعظم طويل البال تمام يعني بالهم طويل بحكم السن يعني كويس الحلوة قوي في الموضوع اني ابعد الجد والجدة عن الصراعات اللي بيني وبين ولادي يعني انا يعني لو مش عايشين معهم في البيت ما يحكوا لهم وحتى لو عايشين معنا في البيت وحتى لو عايشين معنا في البيت وانا النهاردة عايز يعني اتكلم في حاجة مهمة واخد قرار في حاجة مهمة ما يمنعش ان انا هاخد ابني على جنب حتى لو اضطريت اخده اطلع بيه اقعد بيه في مكان مفيش اي مشكله المهم ان انت ما توقفش ابوك في موقف انه يشعر انه لا قيمه له تمام ده من وجهه نظري انا كابن طب انا كجد وجده اعمل ايه افتكر بقى نفسي لما انا كنت ام وكنت اب هل كنت اتقبل ان حد يتحكم في تربيه اولادي لو الجد والجده وقفوا مع نفسهم دقيقه وشافوا المنظور كده هيهدوا تمام بس انت كابن وابنه ما تستفزهمش ما تجيش تحسسه ان هو زي قلته او تعاقب ولادك قدامه فيجي ولادك الحقي يا تيتا الحقي بصي ماما بتعمل طبعا تيتا بقى الحنيه كلها كويس او العكس انت بتاخدي قرار في تباسط مع ولادك وانت مرنه تقوم والدتك متدخله قايله ايه وهي دي تربيه هو انت بتعرفي تربي وبالتالي نبعد قراراتنا التربويه عنهم تمام خلاص نبعد نقط صراعنا عنهم انا بقول لحضرتك حتى لو اضطريت اخد ابني او بنتي واطلع اقعد معاه في مكان بره لو هما موجودين معانا ربنا يديهم الصحه وطول العمر كلهم يا رب اطلع بره مفيش اي مشكله لكن ما تقعدهمش في موقف ان هما يوسلس تحس لان دي نفسيا هي بدايه المشكله ان هو حاسس انه ملوش لازمه تمام حضرتك فهماني هو حاسس انه ملوش قيمه طب العكس بقى عشان وقتنا بيجري الولاد نفسهم لان ساعات الولاد بيعملوا ايه وتحديدا برضو في عصرنا اللي احنا فيه ده بيهملوا الجدود جدا اللي هم كانهم مش موجودين او ممكن يتطولوا بكلام مش لطيف فطب ازاي يتعامل الولاد معاه طيب الولاد دول لما قلنا هم خدوا الطريقه اللي هيتعاملوا بيها مننا انا لو انا بدي الاحترام الكافي لاهلي وانا بزور اهلي وبود اهلي وهم حاسين ان اهلي دول حد مهم عندي ابويا ده مهم وامي دي مهمه وابويا لما يكلمني ويبقى عايز مني حاجه انا بحترمه هم تلقائي هيفهموا
ان الجد والجده ليهم مكانه مميزه في الاسره وهيبداوا يرعوهم بنفس الاسلوب. يعني ما ينفعش ان انا ابقى متجاهله اهلي وعايزه اولادي يزوروهم. للاسف المساله هنا علاقات متشابكه يعني ما بتتحلش من طرف واحد. ما ينفعش تحل من طرف واحد. ما ينفعش اقول ايه هو ابني ليه مش بيزور جدته. طب انت بتزور؟ انت مهتم؟ طب الحوار الدائر في الاسره اللي احنا بنسموه الحوار الخفي ايه؟ انت وانت بتزور والدك والدتك مبسوط ولا حاسس ان زياره تقيله عليك؟ سعيد بالزياره ولا انت مش عايزها اصلا ورايح واجب تقيل؟ يعني هم انعكاس لتصرفات الاباء والامهات. أيوة. فلو احنا عايزين المسافات تقل والدنيا تتظبط لازم نكون اللي هو الجيل اللي في النص ده هو المرايه. ناخد بالنا ان احنا هنبقى جد وجدة في يوم من الايام. فخلي بالك اعمل لقدام بقى. ما انت لو عايز بقى احفادك يعملوك حلو شوف ولادك بيعاملوا ازاي والدك والدتك. صح. بشكر حضرتك جدا نورتينا يا دكتوره. شكرا لوجودك. ربنا يهدي ولادنا كلهم يا رب ان شاء الله.